نعود إلى ضيفنا السيد يوري ساك مستشار وزير الدفاع الأوكراني. سيد ساك، كنت تتحدث عن السيناريو المحتمل في جبهات القتال في ظل هذه الأحداث المتطورة بين الفينة والأخرى في روسيا، وهذا المشهد الدراماتيكي المتسارع حقيقة في روسيا. لو تكمل فكرتك التي كنت تتحدث عنها. نعم، النقطة الرئيسية التي أود أن أوضحها أن في هذه المرحلة نحن نشجع كل الجنود الروس الذين الموجودين حاليا في الخنادق على أراضينا في جنوب وشرق أوكرانيا. نحن نحثهم على أن يغتنموا تلك الفرصة وأن يعودوا لدعم إخوانهم. نصف هذا الجنود ممكن ونصفهم يؤيد واغنر، ولعل النصف الآخر يؤيد الكرملين. نحن نشجعهم أن يفعلوا هذا أو ذاك، لأن هذا سوف يأتي بالنصر يقربنا من الانتصار. وأود أن أؤكد أن كل المشاركين في تلك الحرب الأهلية في روسيا هم مجرمو حرب، وسوف نبذل كل ما في وسعنا بمساعدة المجتمع الدولي لتقديمهم إلى العدالة، لأن كلهم سوف يجرون محاكمات على جرائم الحرب والفظائع التي ارتكبوها على أراضينا.